بسم الله ابو ريان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بالخير والمسرات. أعتذر على التأخير أولا، تعرفوا فيه شوية ربكة في الجذب اللي صارت، حتى الإعداد ما لم يعد له بذاك الشكل، ولكن مثل ما لاحظتم أنا جالس معكم بسرعة، جمعت لي كذا مقطع ونبدأ إن شاء الله. وإن شاء الله ما راح نطيل لأن تكلمنا عن البارح يعني بشكل موجز أو مختصر، والآن ندخل في التفاصيل الخاصة في أحد أشكال أو نماذج التصحيح في موجات إليوت، اللي هو المثلثات، الموجات المثلثية. أبدأ معكم مباشرة على طول واستعرض معكم أول نمط، ونتحدث عن ما يتعلق بال بالموجات التصحيحية اللي هي على شكل أو نمط مثلث. أولا اللي نحدث معلوماتنا أو نعرف بالضبط المثلثات هذه تأتي وين بالضبط وما هو دورها. راح أرفع عرض هنا، خلنا أسحب عرض وأقول وين هذا. هل واضح الشارت أمامكم يا أخوان؟ واضح بريء. بسم الله. تحدثنا عن الموجات الدافعة بشكل سريع، وعرفنا أن الموجة الدافعة تجي في خمس حركات، وإذا استطعت ملاحظة هذه الموجة فستسهل عليك الأمور. وقلنا هذه الموجة اثنين وثم ثلاثة ثم أربعة وثم خمسة، وأضفنا أيضا بأن وتحدثنا أيضا عن نوع من أنواع الموجات التصحيحية، وقلنا اللي هو بأبسط شكل كانت عليه اللي هو موجة الزجزاج، واللي تدخل في تركيب الموجات الدافعة، فإما أن نجدها في الموجة اثنين أو نجدها في الموجة أربعة، أو التفاصيل الداخلية لبعض الموجات التصحيحية في الأضلاع هذه الدافعة كلها. وعرفنا أن تركيبة الموجة الدافعة هي مشابهة لتركيبة الزجزاج، بأن تكون الموجة الأولى إما واحد أو A، الموجة الثانية إما اثنين أو B، الموجة الثالثة إلا إما تكون ثلاثة أو C، وما يفرق بينهم هو الامتداد اللي ممكن يحصل في الموجة الثالثة، وأيضا نزول في موجة رابعة ثم استكمال الصعود، في حين النمط هذا لا يحقق الاستمرارية للأعلى والصعود، بل يعكس الاتجاه تماما حسب وجوده في الموجة، في الموجات الصاعدة والموجات الهابطة. وعرفنا أن تركيبات هذه النماذج هي عبارة عن خمسة ثلاثة خمسة، خمسة ثلاثة خمسة، وهذه مراجعة سريعة المفروض أننا نتجاوزها، ولكن لكي تتضح الصورة فقط لا غير راح أضع هذه هنا الآن، وثم أنتقل بعدين إلى مثلثات. والموجة الدافعة كما هي الموجة الزجزاج أيضا تبدأ بخمسة ثلاثة خمسة، بهذا الشكل، وأيضا الموجة الأخيرة خمسة ثلاثة خمسة. ويوجد كما هو ملاحظ الآن موجات تصحيحية عبارة عن موجة بي والموجة اثنين موجة أربعة، هذه الموجات التصحيحية، ونلاحظ تكرار هذه الموجات حتى في الأضلاع الصغيرة الداخلية، الموجة ثلاثة الموجة واحد الموجة خمسة موجودة فيها نفس التركيبة، هذه موجة اثنين وموجة أربعة تتكرر، وهذا اللي نسميه احنا الفراكتل. الآن التعامل يجب أن يكون مع الموجات التصحيحية بأكثر دقة وأكثر حذرا، نكون عند التعامل مع هذه الموجات اللي هي موجة اثنين وموجة أربعة والموجة أيضا بي، بحيث أن هذه الموجات من الوارد أن يتشكل فيها أشكال مختلفة من الموجات التصحيحية، وذكرنا أن في نوع من التبادل يحدث بين الموجة الثانية والموجة الرابعة حتى بالزمن، سواء زمنيا أو بنوع التصحيح. فإن كانت الموجة الثانية
حادة، ولا لما نتحدث عن حادة حادة احنا نتحدث عن نمط الزجزاج وعائلة الزجزاج، زجزاج دبل زجزاج. فهذه اللي تكون إذا كانت في الموجة اثنين تكون الموجة أربعة كارشاد يحصل فيها تبادل، وتكون موجة تصحيح الموجة اثنين تقريبا إلى 61.8 أو أكثر، تصحيح الموجة أربعة إلى 38.2. هذا هو أحد أنواع التبادل، هو بأهداف الفايبو. التبادل الآخر أيضا بالموجات، إذا كان عندنا في الموجة اثنين زجزاج، في الموجة أربعة يجب أن يكون فيها موجة مسطحة وليس حادة، وكذلك هذا الشيء موجود في الموجة بي من الزجزاج، حيث أنه ممكن تتركب من أكثر من شكل ونمط تصحيحي. المفروض اللي نعرفه الآن هو أنواع التصحيحات هذه اللي تحدث هنا وكيفية تواجدها وأهدافها وحسب مستوى الفايبو. ويجب أن نعرف أن الأشكال هذه مثلا وجود المثلث في الموجة الرابعة يمنع منع باتا وجوده في الموجة اثنين، ولحن أصلا كقاعدة، هذه قاعدة أن الموجة اثنين لا يوجد فيها مثلث كتركيب عام كشكل عام للموجة وليس التفاصيل الداخلية، كشكل عام أن يكون عندي هنا مثلث هذا لا يصح. إذن أول شيء لازم نعرف أن المثلث في الموجة الثانية لا يأتي كموجة كاملة قائمة لحالها، ولكن ممكن يكون جزء من موجة B. فإذا أخذنا الزجزاج ABC ممكن نجد الB هنا عبارة عن مثلث. أما الموجة الرابعة فممكن يكون كامل تركيبها موجة مثلثية، ممكن تكون موجة مثلثية لحالها. توقف لي تسجيل ابو محمد دقيقه بس ثانيه، اعتذر على المقاطعه. فتوني ذكرت انا الان ان الموجه الثانيه لا تاتي، وكنت حاط المثلث في المنطقه هذه وقلت لا تاتي مثلثيه، فقط جزئيه البي من الاي بي سي هي اللي تاتي مثلثيه، اما الموجه باكملها لا تاتي مثلثيه في الموجه اثنين بالتحديد. موجه اربعه نعم ممكن تاتي كمثلث. إذا تواجد المثلث راح يكون عندنا في الموجة B والموجة 4، وهناك تواجد آخر للمثلث في الموجة Y في الموجات المركبة، اكتبوها بعدين راح ناخذ هذه مع بعض. الموجات W X Y طبعا في الضلع Y ممكن أن نجد فيها مثلث. الآن نركز على النمطين اللي أمامنا، الموجة الدافعة والموجة التصحيحية اللي هو الـ ABC، يوجد فيها مثلثات، وهناك أنواع من المثلثات ولها أسماء وقياسات، ولست هنا يعني أنا جاي أختبركم في المسميات، ولكن لازم نعرفها ونعرف قياساتها ونعرف كيف نميزها وكيف وش ما أو ما يبطل هذا النموذج وش اللي ممكن يحصل. وليجب أن نعرف أن المثلث يتركب من، خلينا نروح إلى شاشتنا نرجع، وين راحت هاي هذه إيقاف المشاركة على أساس نستعرض هنا. المثلث يتكون من موجات عبارة عن 1 2 3 4 5، شفتوها عبارة 1 2 3 4 5 شيلوها من رأسكم، أنا جالس أعد لكي يوضح لك كم موجة موجودة، ولكن ترقيمها اللي تأخذها ليس بواحد واثنين ثلاثة وأربعة وخمسة، هي عبارة عن A ضلع الأول، B ضلع الثاني، C ضلع الثالث، D ضلع الرابع، و E ضلع الخامس. عند الموجة E تنتهي هذه الموجة، ودائما نقول إن الموجة E هي نهاية الموجة، ولا يجيني واحد يرقم يقول هذه ثلاثة وهذه أربعة، أربعة لا تأتي هنا أخي العزيز، أربعة تجي هنا عند البي في نهاية النمط، واضح؟ إذن نضع الترقيم في هذه المنطقة، إما بي أو أربعة، يا أربعة أو بي بالمنطقة هذه، وكذلك عند المنطقة هذه يا أربعة
يا بي أي موجات موجودة هنا أو أرقام أو حروف موجودة هنا ليس لها علاقة بالترقيم النهائي، الترقيم النهائي يتم عند منطقة الموجة إي هنا. ملاحظة اكتبوها على جنب لن أتطرق لها الآن. لما ذكرت أنا أن عندنا خمس موجات فقط كحركات، ولكن كترقيم هو A B C D E. تأتي الموجة E أحياناً، لذلك هو نمط ثقيل، نمط يستغرق زمن. فمن الإرشادات تقول لك لا تستعجل على المثلث أن ينهي تشكيله، ممكن يدخلك في يعني موجات صاعدة موجات نازلة موجات صاعدة موجات نازلة، وثم ممكن يجي عند الموجة إي ويمتد، تصبح الموجة إي ممتدة وتصبح كامل الموجات هذه تسع موجات وليس خمس. واضح؟ وراح أعطيكم مثال بعدين على الامتداد اللي ممكن يحصل في المنطقة هذه، لكن نكتفي الآن إلى المنطقة هذه. راح أضيف لكم بعد المعلومة هذه في النهاية. فمثل ما احنا ملاحظين تركيبات عبارة عن ثلاثة ثلاثة ثلاثة، واضحة هنا أمامنا. هذه ثلاثة 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 من التركيبات الثلاثية. أيضا الأحرف عبارة عن أحرف تتشكل بالشكل هذا اللي نشوفه أمامنا، اللي هي A B C D E، تركيب أضلاعه ثلاثي. نعم، ننظر إلى المعلومات اللي بالأسفل مكتوبة. يقول لك triangles are continuation patterns. إذن المثلثات شوف، يوم تشوف مثلث موجود فهو نمط استمراري، مثل كما هو موجود في التحليل الكلاسيكي، بمعنى نمط استمراري، يسمى نمط استمراري، بمعنى تكون عندنا موجة صاعدة صاعدة يأتيني فيها مثلث، لهذا المثلث لا ينهي الموجة، هذا استمراري سيكمل بنفس الاتجاه مرة أخرى. تأتي موجة بالشكل هذا ثم يأتي فيها هنا في المنطقة هذه مثلث، المثلث لا ينهي الموجة، المثلث هو نمط استمراري، معناته بنهايته ستستمر الموجة بأن تسير بنفس الاتجاه. ومن الإرشادات اللي لازم نعرفها أيضا بأن المثلث دائما يعلن عن وجود أن ما سيتلوه واللي راح يجي بعده هو الموجة الأخيرة، هو يسبق الموجة الأخيرة، المثلث يسبق الموجة الأخيرة. يعني لما تشوفه تأخذ حذرك، الموجة اللي بعدها اللي تليه هي الموجة الأخيرة، ثم يبدأ بعدها في التصحيح. هذا من الإرشادات المفروض أن ننتبه لها. إذن هو نمط استمراري يسمى، لذلك كتب هنا continuation pattern. But may also signal the end. ولكن أيضا مع أنه استمراري ممكن أن يعطينا إشارة إلى نهاية الترند، نهاية الموجة or the move أو الحركة. الموجات D E should be 0.618 the length of wave A B. Wave C is usually the most complicated wave. طيب راح نجي للموضوع هذا. كيف نقيس أبعاد المثلث بالشكل هذا؟ من ضلع A نستخدم أداة الريتريسمنت، نستخدم أداة الريتريسمنت لأن المستوى هو محصور بين 100 و 61.8، فما أحتاج الإكستنشن، المستويات اللي فوقه ما نحتاجه، نحتاج من الصفر إلى 100 فقط. إذا نستخدم أداة الريتريسمنت فايبو. ومن قياس طول الموجة A يعطيني هدف الموجة B 61.8 فايبو. 61.8 فايبو. إذن هذه الموجة هذه هي 61.8 من طول الموجة اللي قبلها. كل واحدة قياسها 61.8 من طول الموجة اللي قبلها. فلو جينا نحسب C هي 61.8 من طول الموجة AB. واضح؟ لو قلت لك هذه قياسها كم، هتقول لي 61.8 من طول ايش، تقول لي من طول هذه مثلا. ويف سي اوكي
من عفوا خلينا نسحب من هنا من هذه المنطقة اوكي ويف دي اي should be 61 point and the length of wave AB. هذه دي اي ايضا يكون طولها 1.68 من طول دي اي. راح اتاكد لكم المعلومة بس بعد شوي. المهم الموجة اي انتبهوا للنقطة هذه. الموجة اي اذا اطوالها 1.68 الموجة اي ممكن انها تنقطع وتنتهي في منتصف المسافة، ما تلامس الحاجز الادنى، ما تلامس الحاجز الاعلى، ممكن تنقطع عند المنطقة هذه A, B, C وتوقف هنا ثم ترتد. هذه واحدة. الشيء الثاني ممكن الموجة E تكسر الضلع الأسفل هذا، ممكن تهبط أسفله لكن على شرط إن ما تتعدى قاع C، لا تتعدى قاع C، فممكن أنها تخترق هذا الترند لكن لا تتعدى قاع السي. أي موجة شفت فيها تعدي لقاع السي بالشكل هذا توقف عيد حساباتك، فقد تكون في نمط تصحيحي آخر كـ WXY مثلا، هذا مع هذا ثم موجة هنا. ليه؟ لأنها تم كسر المنطقة هذه، تم كسر المنطقة هذه، لذلك تعمل حساباتك وتقول لا هذه ما هي مثلث. واضح الكلام للنقطة هذه الآن؟ طيب هناك أنواع من المثلثات، أنواع، وهذا أول مثلث اللي يسمى contracting triangle. ليه contracting؟ لأنه يضيق تقاعدي تعاقدي يسمى بالعربي، ما أعرف مسميات العربي، اللي هو المثلث اليضيق بالشكل هذا. هذا المثلث اللي يضيق يسمى contracting، وهذا أبسط أول أنواع وأبسطها اللي نشوفها أمامنا. دائما في يأتي بالاتجاه الصاعد أو الهابط، فمعناتها إذا انتهت الموجة A هنا أو الموجة ثلاثة فهو يسير عكسها، ولازم تنتهي الـ E عكس اتجاه الموجة اللي انتهت هنا، الـ E تكون عكسها بالشكل هذا. فلا تجيني تنهي موجة ثلاثة هنا ولا A وتروح تحط لي E هنا في المنطقة هذه، لأن ما يتلو الـ E هو ليس الاتجاه هذا، ما يتلو الـ E هو العكس. إذن E هي عاكسة للاتجاه، فإذا انتهت تجد أن الاتجاه يواصل الاستمرار، يستمر السهم بالارتفاع بنفس الاتجاه السابق. في حالة النزول نجد مثلا نازل في A أو موجة ثلاثة يدخل في مثلث بشكل هذا، عند انتهاء الـ E يسير في نفس الاتجاه مرة أخرى. إلى الآن واضح؟ طيب خلينا نشوف الشرايح هنا، أقدر استعرضها من هنا ولا لا؟ لا. نأتي للنوع الثاني وهو من أنواع الكلاسيكية البحتة اللي هو يسمى، انتبهوا لهذا اللي راح أقول الآن، ركزوا لا تضيعون لا تلخبطون. نوع تصحيحي يسمى barrier triangle. إيش معنى barrier triangle؟ البارير تريانجل ان ضلع منه اذا كنا في الاتجاه الصاعد بالشكل هذا، ومعناته اذا كان بالاتجاه هذا معناته عند الاي سيستكمل الصعود ايضا في نفس الاتجاه، صح ولا لا؟ كنمط كلاسيكي يقول لك المثلث اللي يكون مائل بالشكل هذا وسقفه مسطح هذا اللي يسمى البارير تراينجل، اللي يأتي قممه متساوية على نفس المستوى يسمى بارير تراينجل. دائما الحركة السعرية تسير بنفس اتجاه الجزء المسطح، فإذا كان الجزء المسطح علوي فنتجه إلى الأعلى مثلث صاعد، وإذا كان الجزء المسطح في الأسفل نتجه إلى، معناته الموجة ستتجه في اتجاه الضلع المسطح. وجدت بعض محللين الموجين حاطين نفس النمط هذا بالشكل هذا ورسمي البارير فوق، لا أعلم عن صحة الشيء هذا، لكن هذا هو هذا اللي أعرفه أنا. هذا النوع يسمى البارير تراينجل، له نفس
لا 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 لا، الشروط ونفس التعليمات موجودة، وهذا اللي يسمى بالكلاسيكي أيضا ascending وديسندنج، الصاعد والهابط، مثلث الصاعد مثلث الهابط، نفس القياسات يتبعها. اللهم إن هنا تتساوى القمم البي والدي مع بعضها. هل واضح النوع هذا؟ ممتاز. نجي للي بعده. اللي بعده هذا نوع خبيث ايضا يبهدل الكثير، مثل ما يسوي مثل ما يسوي الموجه الفلات. ولسبب ذكر، بما اني ذكرت الموجه الفلات لازم نذكر بان الموجه الفلات اساسا هي عباره عن ايش؟ ثلاثة ولا لا؟ وبعدها خمسة ولا لا؟ ما هذا الفلات؟ هنا يكون نوع يعني يسبب ربكة أحيانا. ليه؟ لأنه يتوافق مع الفلات في حركاته في البداية، ولذلك المثلث من أنواع اللي يكون اكتشافه متأخر عند المناطق هذه. هنا ممكن نتوقعه بدري، لكن اكتشافه والتأكيد عليه يكون عند المناطق هذه، يتم التأكد بأنه والله فعلا أمامي الآن مثلث. لأن ممكن الحركة هذه نشوفها A B C A B C 1 2 3 4 5 وتحول إلى فلات ولا لا؟ هو صح؟ طيب، لكن المثلث شفنا في المثال السابق ان المثلث بعد انتهاء الموجة ثلاثة ايا كانت او A مثلا، فان يهبط المثلث بالشكل هذا ثم يصعد بالشكل هذا ثم يهبط ثم يصعد ثم يهبط، مكون لي مثلث اللي النوع اللي يضيق contracting بالشكل هذا، هنا مثلث يضيق بالشكل هذا. هذا النوع المثلث اللي يضيق الكونتراكتنج تراينجل لا يتجاوز قمة الموجة السابقة اللي هبط منها، لا يتجاوزها، يتحرك في نطاقها، في نطاق الموجة هذه، في نطاق الضلع هذا. واضح؟ أما هذا النوع الرننج تراينجل فخد مخادع مثل الفلات، يهبط في ثلاثة ثم يصعد وفجأة يخترق قمة ثلاثة أو الموجة C الموجة A، ويعتقد الشخص من والله أوه خلاص انهيت أنا موجة ABC هنا، والآن هذه واحد وهذه اثنين وهذه ثلاثة، هذه خلاص دخلنا في موجة دافعة إن شاء الله، وفجأة يسحبك السحبة هذه منزلك كل النزول. وهذا النوع يسمى Running Triangle، هذا هو يسمى Running Triangle، مثل Running Flat Running Triangle. اللهم انه يستكمل بحركاته ثلاث موجات اخرى. فالرننج تراينجل ميزته فقط هو نفس الكونتراكتنج تراينجل، الا ان الموجه بي ترتفع وتخترق قمه الموجه الصاعده اللي قبلها اي او 3 مثلا او 3 تخترقها. واضح النوع هذا؟ اذا كلهم ينطبق عليهم نفس القراءه، نفس الشيء، ما في اختلافات. لكن هذا يختلف فقط بان البي تخترق القمة السابقة. متى نعرف أن هذا النمط التصحيحي؟ لما يتحرك في ثلاثة ثم يهبط في ثلاثة أخرى، هنا أمامي أنا يا فلات يا مثلث. لذلك نقولها كمعلل موجي يجب أن تضع لنفسك سيناريوهين في المنطقة هذه، يا أنه مثلث أو فلات. إذا شفت ارتد بالشكل هذا خلاص أنا أيقنت بأنه هو مثلث، انتهى. الفلات المفروض أن يواصل بخمس موجات هابطة، ما يهبط إلى بثلاثة ويرتد مرة أخرى. في السي المفروض يكمل خمس موجات، دام ارتد من المناطق هذه ورسمت خطي هنا وهنا، أنا عرفت أن هذا مثلث وليس موجة فلات. اللي لازم نعرفه أن هذا المثلث هو ليس للمضاربة، ولا ما هو منطقة دخول الضارب فيها، راح تضيع نفسك خاصة أنك في السوق الأمريكي بالأوبشن. هذا محرقة العقود، اللي يدخلون العقود الأوبشن هذا محرقة العقود، ويا ما صاد ناس
ويا ما قلنا الكثير أو البعض انتبهوا أمامكم مثلث، لا 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 أمامكم مثلث، فيا ما يمدي عقده يتفاعل شوي اللي يبدأ يهبط ينزل. تعرفون الهبوط هذا معناته أن الذيتا عامل يعني مليون أنيات، ما نبي ندخل بدرس أوبشن، تبدأ تأكل في عقدك. صعود اللي هنا أنت خسران، نزول اللي هنا أنت خسران أكثر، فيدخلك في خسائر. لذلك النمط هذا ليس المضاربة، النمط هذا هو لتحديد نقطة نهاية إي لكي أصعد. هناك منطقتين يجب أن نحذر منها، وأجل الكلام عنها الآن لغاية ما استعرض اللي بعده. إذا هذا بالاتجاه الهابط ممكن يعطيني ثلاثة فوق، ثم يكسر المنطقة هذه، ثم يعاود الصعود في موجة الصعود. هي رننج مثل الفلات بالضبط. هل واضح النمط هذا؟ لاحظ هنا اللي يقول لك تقريبا 40% من الوقت من الحالات اللي تصير في beginning of wave A does not reach the height of wave B. 40% ان بداية الموجة هذه B وين راح does not wave A and it does not reach. اوكي طيب 40% of the time the beginning of wave A بداية الموجة A does not reach the height of wave of the wave B. In this case it's called running triangle. Okay, هذا اسم running triangle. حالات 40% قد تجد موجود بالشكل هذا وتجاوز القمة السابقة قمة A بداية A. ولذلك يسمى running triangle. واضح هذا الآن في الاتجاه الصاعد باتجاه الهابط، نفس الإرشادات بكل المثلثات اللي شفناها. هل واضح الفكرة الآن؟ نتجه لأحد أخطر المثلثات اللي ممكن نواجهها، اللي يسمى بالتحليل الكلاسيكي البوق، وهو corrective pattern expanding triangle، هو البوق خطير جدا في الأسواق، وخاصة لما يكون موجات تاريخية يعصف بالحركة الأسهم والمؤشرات بين صعود إلى نزول في حدة أعلى إلى صعود إلى نزول في حدة أعلى وأعلى، يعني تصحيحاتها في كل موجة تكون أقوى، مدمر هذا. فهذا يسمى expanding triangle. فتأتي المثلثات أحيانا متسعة وينطبق عليها نفس اللي ذكرته في المثلثات السابقة، لما يكون متعاقد او البارير للمسطح الجزء منه مسطح، ايضا ياتي بنفس الشكل ممكن تجده في 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 الموجه هذه، اي يعني ممكن ان يكون ضلع منه مسطح والضلع الاخر مرتفع. طبعا هنا يحسب كمستويات هو وصول الى 161.8 من طول الضلع اللي يسبق 161. هذاك 160.8 هنا 101.618 أطوال الأضلاع هذه. واضح؟ هل يمتد قليلا أكثر؟ هل غير؟ طبعا هذه كلها إرشادات ممكن. هذه الأنواع أيضا وينطبق عليها نفس الكلام نفسك. ولنلاحظ هنا ان في الكونتراكتنج تراينجل الاي تكسر السي، لاحظ الاي تكسر السي، واضح الشيء هذا؟ هذا خطير اذا وجد في الاسواق، وايضا اماكن تواجده معروفه، حتى في البي تجده، حتى في الموجه الرابعه تجده، المهم وجوده في المناطق هذه، حتى في الموجه واي ممكن يكون متسع، بعدين راح ناخذها باذن الله. هذا البوق، نعم الكلاسيكي. وهذا هو، لاحظوا ان الموجه دبليو اكس واي كومبينيشن، لاحظوا في الضلع واي ممكن ان يكون مثلث، لكن لن ندرس النمط هذا الان، بعدين ان شاء الله الحديث عنه. هل ينطبق عليه نفس الكلام ان الموجه الاي ممكن تمتد الى اربع موجات اخرى ويصبح عدد الموجات هذه 9؟ نعم نعم، مثلث ممكن أن يمتد، ولذلك هو من الموجات اللي يجب أن يكون واحد حذر فيها، لا يستعجل بالدخول.
طب تقول لي ما لا يستعجل في الدخول، طيب متى ادخل؟ نقطه دخولك هو اول نقطه هذه. لا عفوا دائما خلينا ناخذ النمط هذا عشان لا يكون منتكس تنتكس عيوننا. شفتوا الاي لما تنتهي هذه تروح تجيب الخط هذا وتحطه عند السي. ايش معنى هذا الخط السي؟ السي هذا وقف الخسارة، سهمك كسر الخط هذا السي، هذا وقف خسارة، وقف الدعوة تماما، انت اخطأت العد، اطلع من الصفقة هذه او لا تدخل. حتى لو استعجلت دخول هنا وكسر قليلا انت ما خسرت الكثير، من يوم ما تشوفه اغلق تحت السي اطلع. فلذلك نقول لا تستعجل في الدخول. طيب وين منطقة الدخول اللي يكون دخول صريح وسليم وانا مرتاح؟ الدي. لا تشوفه تجاوز الحاجز العلوي للمثلث وتقول والله خلاص بدخل من هنا. مخطئ، قد يسوي فيك حركات ويرجع يواصل لك نزول في اربع موجات اخرى يبهدلك بهدله. لا تدخل الا عن تجاوز الدي. طيب لو جينا في الاتجاه الهابط، وين وقف الخساره عندي؟ وين لو كنت بدخل في صفقه بيع، وين وقف الخساره وين نقطه الدخول؟ أول منطقة دخول هذه، ثاني منطقة دخول والأفضل هي هذه، وقف الخسارة هو هذا. والله لو جيت استعجلت أنا طماع بدخل المنطقة هذه وهذا خطأ، فجأة كسر علي هنا اطلع. مفروض أني أنتظر. هذه ثاني منطقة، أيضا منطقة أخرى البي، دائما الموجة بي في الأضلاع هذه هي مناطق دخول في موجات صاعدة، ولكن احنا نتكلم عن الدخول الصريح والوقف الصريح اللي تحطه، وقف الخسارة الصريح عند السي. والدخول الصريح هو كسر الدي هنا. تبي وانت مطمن اكسر النمط كله وارتاح. خلاص اخلص من النمط كله، من القمة كلها، هذه موجة ثلاثة وانا ان شاء الله راح اروح بعدها. من ميزاتها ان الصعود اللي بعده يكون في اخبار ايجابية، مفاجأة قوية، وارتفاع بزخم بقوة او نزول بقوة. هذا بالنسبة للمثلث. ايضا شيء لازم تعرفونه، الموجة دي سي ودي في كل المثلثات اللي ذكرناها هي من الموجات المعرضة انها تكون مركبة، اي تجي بشكل معقد. كلها سؤال يجيني، طيب هل ممكن يكون فلات عندي هنا ولا ممكن يكون فلات هنا ولا ممكن فلات هنا؟ لا 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 لا، زيجزاج وعائلة الزيجزاج، زيجزاج دبل زيجزاج على العين، دبل تريبل زيجزاج على العين وراسها. هذا الزين فيه ان ما يدخل في موجات اخرى، يا زيجزاج يا عائلة الزيجزاج، الا في الموجة هذه. الموجة هذه هي من الموجات المعروفة عنها انها ممكن تكون مركبة، يعني W X Y X Z ممكن تلقاها هنا، W X Y ممكن تلقاها هنا، اما البقية تلقاها في فورما زجزاج عادية. طيب وان ما وجدنا هنا، هل لوحظ وجوده في موجة في الموجة اللي قبله؟ نعم، لم يجد في الموجة هذه قد تجده هنا، لم يوجد هنا قد تجده هنا. عموما ستجد موجة واحدة منهم، غالبا ستجد موجة واحدة منهم مركب، وغالبا هي تكون هذه الموجة. واضح؟ في أي سؤال، أي ملاحظة إلى الآن؟ كيف اعد محمد اعد التركيب؟ كيف اعد التركيب؟ نوقف التسجيل ابو محمد لو سمحت. انا اشوف موجه عندي هنا في المنطقه هذه على الديلي مشابهه والله بشكلها كذا بالنسبه لي، ولا لا؟ هل انت شايف اي تفسير اخر للحركه هذه اللي صايره هنا؟
مثلا، هل انت شايف اي تفسير اخر؟ ما سحبت صلاحيات، عفوا الشاشة، خلني اسحب صلاحيات الشاشة. تفتح شار اي نعم، اي الصراحة. هل انت شايف اي تفسير اخر للموجة هذه؟ كمثال يعني، لما يصعد في اولى ثانية ثم يصعد فيها طويل هذه الثالثة ثم اجي المنطقة هذه والقى حركة دي، هل لديك اي تفسير اخر للموجة دي؟ وش أقرب تفسير ممكن تصل له أنت لما تشوف النمط هذا الشكل قدامك؟ ما يبي لها كلام، الشكل الوحيد اللي شايفه ممكن يتشكل أمامي هو المثلث، بغض النظر عن البحث في تفاصيله الداخلية. وأي نوع من المثلثات اللي شايفه يتركب هنا عندي أنا؟ أي نوع؟ وهو سويت لا، ليش صاعد؟ من اللي قال صاعد؟ محمد، ما انت متابع معنا انت الشرح اللي من شوي؟ كيف يكون صاعد؟ كيف يكون هابط؟ متعاقد، نعم متعاقد، مثلث متعاقد. لو كان المثلث صاعد او البارير تراينجل بيكون بالشكل هذا، مسطح اللي فوق، وهذا ما هو مسطح لان هذه الموجه لم تلامس حاجز العلوي هنا، ولا لا؟ طيب سؤال، هل نرسم القمة الثلاثة؟ لا، A B C D، ترسم من قاع A وقمة B، من هنا رسم المثلث. ابو ريان رقمها بالحروف لتكون اوضح راح ارقمها، راح ارقمها من هنا رسم المثلث. فلما اجي لهذا سؤال قبل ما ارقم، يسأل نفسه الواحد وين انا لقيت هذا الامامي، الرسم الامامي موجود في اي موجه؟ على اساس اني اقدر اجزم انه مثلث، هل يجي مثلث باي موجه؟ اربعه، هل ممكن يجي في اربعه؟ الرابعه وبي، برافو. هل يجي في الموجه الثانيه؟ هل يجي في تركيب الموجه الثانيه؟ في تركيب الموجة الثانية، يجي في الموجة بي من الزقزاق، برافو، كلكم صح، كلكم ناجحين. طيب نجي، مدام أنا عرفت أنه مكانه، كني سمعت لا ككل، لا لا ككل، لا صح، برافو. لما عرفت أن مكانه الموجة الرابعة والشكل الآن أمامي مشكل بالشكل هذا، أميل إلى أن أختار مثلث بدون أدنى شك، أنا ولا عندي أي شك في الموضوع هذا، راح أختار مثلث. طيب لما اشوفها بالشكل هذا كيف اتحقق منه؟ ادخل على الفريمات الاصغر الديلي، هذا يعني بروح الاربع ساعات، وجيت عند المثلث هذا، وهنا فرصة مواتية، جت فرصة حلوة ان نوضح شغله. والله جيت وانا حطيتها مثلث واعتبرتها مثلث، لكن وجدت انه يا اخي في موجه كنا خمسه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، اجبر الموجه، اذا كنت ترى انها مثلث اجبر الموجه. كيف اجبرها؟ يعني ممكن اكون هذه هنا A وهذه B وهذه كلها C، لا تنظر الى التفاصيل كلها على انها يعني لا والله ممكن خمس موجات ولا غيرها. لو رجعت للديلي كيف راح تشوف هالموجة دي؟ هذه شايف خمس موجات ولا شيء على الديلي مثلا؟ بالضلع هذا، بالضلع هذا ما في، شايف A B و C هذه. لذلك لا تتوه نفسك لما تدخل، لما يكون مثلث انت خذها عن قناعة خلاص ان المكونات الداخلية ثلاثة 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 ثلاثة، وين انا رقم الثلاثة هذا شيء ثاني، لكن يجب ان اكون على يقين بان انا اتعامل مع مثلث كل تركيبات الداخليه ثلاثه ثلاثه ثلاثه، وهذا نوع اللي نشوفه امامنا. ان لم يكن مثلث وكنت على يقين ان هذا مثلث، لا وقف، عيد حساباتك، عيد حساباتك من جديد.
هذا اللي امامنا، فكيف نرقمه هذا؟ اذا كنا اذا كان السهم جاي، اذا كان السهم جاي بالاتجاه هذا صاعد الى هنا، فاذا هي الموجه A او موجه ثلاثه في المنطقه هذه، الموجه A او الموجه ثلاثه، صح ولا لا؟ اذا النزول هذا يا يكون في B او اربعه، وين انتهت الموجه A او ثلاثه؟ انتهت هنا في المنطقه هذه، صح؟ اذا من هنا يبدا العد، ناخذ مكتوب Elliott Triangle Wave، من هنا أبدأ العد A B C D مثلا هنا E، ولاحظ هذه الE انقطعت عند المنطقة هذه، ما انزلت لامس لحد الأسفل. أنا حطيت الترقيم أي كلام الآن بدون تدقيق، بس عشان أوضح لكم النقطة فقط، وروح أخذ الصورة وأقول شوف وين حط هذا وين حط ذاك، هذا فقط للتوضيح، بحيث أنه ممكن تكون عندي هذه A وهنا B مثلث صغير، وهذه 1 2 3 4 5 وارد A B C، ممكن تكون الموجة هذه. طيب نفس الشيء leading diagonal ممكن تكون هنا 1 2 3 4 5 A B C 1 2 3 4 5، فلا تنظر للتفاصيل الداخلية عشان لا تتوه نفسك. يميل محللي الموجيين إلى استخدام البار chart لأنه يشيل التشويش هذا، اللي يشيل التشويش اللي توجد الشموع، فيأخذون الانكسارات 1 2 3 1 2 3 1 2 3 خلاص 1 2 3 انتهينا. هذا شيء. نقطة دخولي وين راح تكون في المنطقة هذه؟ على طول اخذ خط وحطه فوق الدي هنا، وقف الخسارة حقي وين راح يكون؟ السي عند المنطقة هذه. ايش قلنا؟ قلنا من طبيعة احيانا الموجة بي اي ترى ممكن تكسر الحاجز الاسفل ده توصل ليه هنا. قول لها وين المثلث هنا اصلا؟ وايش جابها تحت؟ ممكن توصل لهنا على شرط انها ما تكسر قاع السي ثم ترتد. وهنا يعطينا دلالة بان هذه الحركة الاخيرة اللي صعد فوق سيتلوها تصحيح. لاحظ النزول القوي اللي صار للعملة هذه. طيب فيها الإرشاد ممكن تساعدنا فيه شوي، يساعدنا على أن أحدد نوع الموجة هذه؟ أقول لك نعم. انزل إلى المؤشرات الماك دي الار اس اي على الفريم على فريمات مختلفة إلى أن تجد فيها شكل مثلث يتشكل أمامك، تجد أيضا يسير هو بشكل مثلث يتشكل امامك، وهذا من دلالات او اشارات المثلث، ان تجد ان الار اس اي مثلا جالس يعطيك نفس الحركه، دلاله على ان انا في منطقه فيها مثلث. لو لم يكن مثلث كان ما تذبذب بشكل مثلث بالاسفل هنا. واضح؟ هل واضح إلى الآن؟ إذن وجود المؤشر يعني يتخذ نفس الحركة أيضا يدعم القرار هذا. لا لازم نعرف أن المثلث مخادع، أي أنه ما يجيك بالشكل هذا. وين راح؟ وين القلم هنا؟ ما يجيك بالشكل ان 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 بالشكل هذا مثلا ان الحركات هذه اللي صار الموجات الداخليه هذه مو شرط تكون قريبه منه هنا. الاي ممكن تخدعك، ترى الاي ممكن تذهب بالمسافه كذا نازله وثم المثلث تلقاه بالاسفل هنا. احنا قلنا خطوط نرسمها على الـ A والـ B و B و C و D و E. بداية الـ A هذه ما نرسم عليها لأنها أيضا راح تكون مخادعة، ترى على فكرة راح يعني ما تجي من هنا تقول والله حاولت أني أنا ألقى مثلث من هنا،
في السهم ما لقيت، صعبة يا أخي، شوف بعيد. أقول لك لا غلط، هنا رسمك على المثلث يكون من هنا، من الموجات اللي تتلو الاي، بداية الاي إلى نهاية الاي هي تسمى عليها مثلث. لذلك البعض يشوف المسافة طويلة هنا يقول لك معقول هذا مثلث، كنا علم، كنا شيء ثاني، مو شكل مثلث هذا. وراح تشوفون أشكال زي هذه كثير. هنا بس حبيت أن أنوه وأحذر، يعني أو أشير إلى أن المؤشرات تعطيك أيضا نفس الحركة. واضح؟ راح نشوف مقطع الجيفري كينيدي، نستعرضه مع بعض مقطع ومقطعين، وتشوفون كيف أن أحيانا الموجة إيه هذه تموه بعيد حركتها، أو في موجات داخلية لما تكون قريب من الشاشة من الصعب أحيانا تلاحظ وجود المثلث، لازم تبعد عن الشاشة كده أو تطلع على فريم أكبر يمكن عشان تلاحظه. بس هو خبير، ولما تصلون مستوى خبرته راح يكون الموضوع سهل أمامكم جدا. نسكر التسجيل أبو محمد بس دقيقة لين أحضر الفيديو. ذكرنا المثلث لما يكون في موجة صاعدة يكون من خمس موجات، 1 2 3 4 5، ثم يبدأ يصحح في ABC. أول ضع ABC هذا عن نعطي أي رقم بالضبط. من المثلث يأخذ أي حرف A، ثم يصعد مرة أخرى في الموجة B وتأخذ أي حرف B، ثم يهبط مرة أخرى الموجة اللي بعدها تأخذ أي حرف سي، ثم يصعد مرة أخرى في الموجة اللي بعدها تأخذ أي حرف دي، ثم يهبط مرة أخرى في الموجة اللي بعدها ويأخذ أي حرف إي. وضحت أبو ريان الخط ما وضح جاي. تمام. طيب إذا جينا وقلنا هذه الموجة أهي، هذه بي وهذه سي وهذه دي، وهذه اي، ما هو ترقيم الموجات اللي بعدها؟ اللي بعدها تصبح اف، جي، اتش، وتنتهي بالآي بالمنطقة هذه E F G H I بالضبط، تنتهي بالآي وانتهت الآي يصعد بعدها. إذا الضلع الأخير اللي هو الإي ممكن يتركب من مثلث آخر، هذا اللي يضح الفكرة، وهذا ترقيمه. الزيادة راح أعطيكم صورة بعدين أنزل لكم إياها في الجروب، زيادة على الإي تحط F G H I. واضح؟ طيب تيجي معه موجة ربط. أبو فيصل كيف تيجي معه موجة ربط؟ أي تركيبات العائلة الزجزاج، إذا كانت عائلة زجزاج فيها دبليو إكس واي إذن هي موجودة. عائلة الزجزاج من ثلاث حركات، واضح؟ بعد ما ينتهي المثلث هو موقع في الموجة اكس، هو موجة رابطة اصلا، فكيف يجي بعد اكس؟ هو ياخذ مكان الاكس. الاكس ممكن تكون مثل البي بالضبط، هو يجي في المنتصف كموجة رابطة. واضح؟ طيب أسحب صلاحيات F G H I، نفس تركيبة مثلث آخر نفس المثلث هذا الكبير هنا، تأخذه ترمي قدام بعد الإي. أبو ريان أنا استأذنك الله يعطيك العافية، عندك التسجيل بس جاني ظرف كذا وبطلع. خير إن شاء الله، بسم الله. نشوف المقطع هذا مع بعض،
نشوف المقطع هذا مع بعض. هل واضح لكم المقطع اللي حطيت انا لصورة الفيديو؟ الشاشة كان اللي حطيتها من شوي الان شلتها. اعرف الان هي موجودة، هذه انا اقصد، هذه واضحة ولا لا؟ اوكي، نبدأ اذا المقطع ونستمع الى جيفري كينيدي وش يقول عن المثلث. Hello and welcome. My name is Jeffrey Kennedy and welcome back to another episode of Elliott Wave Junctures. Now, as you know, with respect to the wave principle, there's two types of wave forms or wave modalities, motive waves and corrective waves. كما تعلمون طبعا بعد ما عرف بنفسه انه يوجد نوعين من الموجات، موجات إليوت، موجات الدافعة والحافزة وموجات التصحيحية. Now within the corrective wave family, specifically we have zigzags, flats and triangles. من ضمن العائلات التصحيحية يوجد لدينا الزيجزاج والفلات والمثلثات triangle. Today we're going to be examining triangles. واليوم سوف نستعرض معكم ونختبر النمط المثلث. Now within the triangle subset or the triangle family, there's actually three subsets or. ومن ضمن عائلة المثلث هذه يوجد فيها ثلاث فروع، ثلاث أنواع من المثلثات. Three types of triangles: contracting triangles, barrier triangles, and then expanding triangles. هي الثلاث أنواع اللي استعرضت معكم: contracting, or barrier, or expanding. Now the first kind of triangle we're going to look at is going to be evident in REN. And I believe I showed this price chart last week. هذا النوع الأول اللي راح استعرضه معكم الآن اللي هو contracting، وكتب لكم اسم contracting. لاحظ الخط العلوي لم يلامس القمة الثلاثة فوق. بدأ من البي، وهذا الشيء تنتبهون له. ممكن النزول يكون حاد في A ويلخبطكم، تعتبرونها موجة مثلا دافعة أو شيء ثاني، هو جزء من المثلث. عموما نكمل. This is simply the contracting triangle variety and it's easily to identify because the trend lines which connect the extremes of waves A and C and B and D converge. إذا واضح جدا يعني كما يتضح لنا الآن أن هذا مثلث بسبب أن الconvergence اللي هو أن الأضلاع تضيق باتجاه نهاية المثلث. Thus it's called a contracting triangle. Now there's a very minor variation to the contracting triangle referred to as a running triangle. يوجد نوع آخر مع تعديل بسيط على هذا النمط اللي هو يسمى running triangle. And that forms whenever you see wave B exceed the extreme of wave A. And this is هذا يتشكل عندما نجد أن الموجة مثلا 1 2 3 4 5 أن الموج B، الموجة B اللي هي عبارة عن مثلث، تجد أنها ترتفع فوق حاجز قمة الموجة A، وهذا إشارة بالنسبة لنا أنه إما فلات، يا فلات يا مثلث. فهذه الحركة تشير أنه ممكن يكون أيضا وجود مثلث في المنطقة هذه، وهي إشارة الرننج تريانجل. What I'm referring to. Here's our McDonald's. Here's our 240-minute price chart at McDonald's, and here's the actual running triangle I'm referring to. This. وهذا هو running triangle اللي رقمته الآن أمامكم. لاحظوا هل دخل في التفاصيل الداخلية؟ هل الضلع A واضح لكم أنه مثلاً زجزاج؟ بعضهم يقول هذا لا دافع. لا ما يحتاج. نمط واضح. أنهيت خمسة عكس موجة تصحيحية. اتضح لي النمط هذا، الصعود فوق القمة هذه يا فلات يا مثلث. This one right here. ولنلاحظ الكسر اللي صار للحاجز المثلث بالأسفل ولكن لم يكسر قاع C. Waves A, B, C, D, and E. Now again, notice in this instance here, wave B ends beyond the origin or the origin of wave A in this instance. لاحظ أن الموجة B تتجاوز من المثلث تتجاوز قمة ال A في هذا المثال. This is referred to as a running triangle, and it's essentially like a subcategory of the contracting triangle variety. وهذا ما يسمى بالرننج تريانجل. Now the next type of contract, النوع الآخر من المثلثات. Next type of triangle there is, as I mentioned, is the barrier triangle, and we'll be looking. وهو البارير تريانجل. لاحظ الأسطح، المنطقة المسطحة اللي فوق هذه. البارير تريانجل. Looking at a barrier triangle here shortly with respect to soybean meal. And here's the barrier triangle. The barrier triangle is less rare, وهو من الأنماط
اللي اقل او الندره او اقل شيوعا من الانماط النادره تحدث، لكن لا ننفيها، لا نقول انها ما توجد، لا ممكن. Very, it's not a very common pattern. In fact, the common, most common type of triangle is the contracting triangle variety. بالأحرى ليس من النمط الشائع، والأنماط الشائعة أكثر هي الـ contracting triangle، الأول واحد اللي أخذناه. The barrier triangle will probably be number two in that category. يأتي بالدرجة الثانية هذا النوع. It's easy to identify again because of the way the trend line, which سهل جدا تعرف عليه بسبب خط الترند المسطح. Which connects the extremes of waves B and D is actually يوصل القمم B و D مع بعضها. Horizontal. Now your AC trend line will slope in the direction of. أما الترند AC فهو يميل إلى ميلان بالاتجاه. Larger trend. So if you have a barrier triangle in this instance here, again, notice that the trend line which connects the extremes of wave B and D is horizontal. Your AC trend line, if it's sloping, that essentially argues that the larger trend in this market will be to the upside. This is. إذا لما نجد المثلث المسطح بهذا الشكل أن يكون الجزء المسطح هو بالأعلى والأسفل يكون مائل، فهو إشارة إلى أن الحركة اللي بعدها راح تروح بالاتجاه الصاعد. The barrier triangle. باتجاه الحاجز العلوي هذا. Now the last type of triangle we're going to examine. النوع الأخير من المثلثات اللي بدنا نختبرها الآن. لاحظوا بالنظر إيش ممكن نشوف هنا. It's going to be an expanding triangle, and this triangle. المثلث المتسع البوق. Triangle is actually very rare. This only this type. وهذا أيضا من الأنماط النادرة. Type of a triangle forms only say 10% of the time or less. تقريبا 10% أو أقل ممكن يحدث. And this is Priceline, Priceline.com, ticker symbol is PCLN. But notice the expanding triangle. And again, the most distinguishing characteristic of the expanding triangle is that the trend lines which connect the extremes of wave B and D and A and C actually expand, as you can see in the. يقول الملاحظ الشيء الملاحظ على هذا النمط إنك دائما تلاحظ أن الخطوط أو trend lines اللي هي B و D و A و C تتباعد عن بعضها. This instance, because if we continue outward in time with these trend lines, notice they're actually getting wider apart versus converging like they do with the contracting triangle variety. So with respect to, again, corrective wave patterns, we have three basic types of corrective wave patterns: zigzags, flats, and triangles. Within triangles, we have three types: contracting, barrier, and expanding. The running triangle is simply a very minor variation. يعرف بالموجات التصحيحية من جديد الزجزاج والتراينجل والفلات، وأيضا بالمثلث يوجد فيه ثلاث أنواع اللي ذكرها لكم. The contracting triangle, and it doesn't really necessitate having its own pattern, so to speak. So again, with respect to triangles, there's three types: contracting, barrier, and expanding. The most common is going to be your contracting followed. يوجد ثلاثة لنعيد مرة أخرى يقول ونذكر بأن يوجد ثلاثة أنماط وأشكال من مثلث المثلثات الكونتراكتنج اللي هو متعاقد ولا متقاعد متعاقد المتعاقد والمتسع والبارير ذو الحاجز العلوي أو السفلي. By barrier, and again, that AC trend line, that slope of the AC trend line tells you the direction of the larger trend, and the more rare pattern is going, of course, good. طبعاً هنا خط الترند الـ AC في النمط المتسع هو اللي يظهر لك مدى الحركة السعرية اللي متوقعة، يعني النزول راح يكون حاد أو. Be the expanding triangle, which occurs 10% of the time or less. That about does it for today. Thank you very much. انتهى المقطع الأول وننتقل إلى مقطع آخر ونختم معها. نركز على المقطع هذا لو سمحتوا بس. Open with هذا. انتبهوا هنا للكلام اللي يقول. My name is Jeffrey Kennedy and welcome to Elliott Wave Junctures. Today we're going to talk about triangles. As you know, there are. سنتحدث اليوم عن المثلثات. لاحظوا الامتداد اللي حصل هنا. Types of corrective wave patterns: zigzags, flats, and triangles. Now within the triangle family, we also have three types of triangles. We have the contracting triangle, the barrier triangle, and the expanding triangle. هو هنا يعرف بأنواع المثلثات. Now the
way these are discernible is that a contracting triangle, the trend lines which connect the extremes of waves B and D. كما هو ملاحظ أن contracting triangle هو الأضلع اللي تصل بين A, B and D و A and C. And A and C converge. With a barrier triangle, your AC line slopes while your BD trend line, the trend line which مثل ما ذكرنا سابقا أن مع البارير يكون الخط العلوي B and D مسطح. Next, the extremes of waves B and D is horizontal. An expanding triangle is just the opposite of the contracting. أما expanding فكأننا نأخذ نفس النمط هذا ال contracting ونقلبه بالعكس فيصير يبدأ بشكل ضيق وثم يتسع. كبوق يعني. Where the trend lines which connect the extremes of waves A and C and B and D actually expand. وتصبح الخطوط فيه متسعة. Now one thing that's important to remember is that within the triangle, wave E itself can also subdivide into a smaller triangle. وللتذكير في نقطة مهمة أن الموجة E حد ذاتها بنفسها هي ممكن أيضا تتجزأ إلى مثلث آخر. Have two very good examples of that today. ولدينا مثالين آخرين جيدين يوضحون النقطة هذه. But also too, don't forget that triangles can only form by themselves in the wave 4, wave B, or wave X wave positions. طبعا اللي يجب أن نذكر أن مثلثات توجد في الموجات 4 والموجة B والموجة X الموجات مركبة راح نأخذ بعدين أيضا في الموجة Y. And that one of the reasons why they're important is because they always precede the final move within a sequence. ودائما نذكر بأن مهمتهم مهمين جدا لأنهم دائما يشيرون إلى أنهم يعني مكان تواجدهم في منطقة اللي هي تسبق نهاية الموجة. هم يعني هذا المثلث يعلن عن نهاية الموجة أن الموجة القادمة هي ستكون نهائية. في مثال سهم مايكروسوفت where wave E also unfolded as هنا في سهم مايكروسوفت مثل ما تشاهدون امامكم المثلث ثم تجزأت الموجة E الى مثلث اخر صغير. Triangle. We have waves A, B, C, D and E. But notice wave E also subdivided into نلاحظ ان الموجة E ايضا تمت تجزأت الى مثلث اخر. To a smaller triangle where we have waves A, B, C, D and E and wave E of this triangle. So what we have here in Microsoft is we have the overall pattern is that of a contracting triangle, but wave E formed a very small barrier triangle. في هذا المثل وجدنا أن الموجة الكبرى المثلثية هذه كانت contracting triangle مثلث يضيق متعاقد يسمى نعم. أما المثلث الموجة إي فكان بارير من نوع المسطح الجزء العلوي وكان فيها مسطح البارير نفس المستوى الموجتين لاحظ وجود النمطين في مثلث واحد. أما انتبهوا للنقطة هذه لو سمحتوا من ناحية الفيبوناتشي فايبو. This Fibonacci mathematics is the underpinning of all Elliott wave patterns. We also find these relationships within triangles. Now, the most common relationship we tend to find within triangles in Fibonacci is that alternating waves tend to exhibit 618 relationships. علاقتها ببعضها دائما تكون هي ب 61.8 فايبو. Example, wave C at 2399 equals a 618 multiple of wave A. طيب انتبهوا إلى شيء اللي ذكره الآن. Wave C هذه اللي نزلت من ال B إلى C من وين أخذ مداها أو هدفها؟ هل أخذها من A B؟ لا أخذها من الضلع اللي يسبق هذا من الضلع هذا اللي يسبق يعني لو جينا نقيس الضلع هذا بنقيسه اللي هو D E بنقيسه بناء على الضلع اللي يسبق اللي قبله هذا اللي هو B A واضح؟ راح نشوف مع بعض. And wave D at 2781 equals a 618 multiple of wave B. لاحظ الموجة D أيضا طول 61.8 من طول الضلع هذا وليس هذا المحاذي له أو اللي جاء قبله اللي هنا كأننا نقيس موجة A و C إذا تذكرون موجة A و C. Types of relationships we most often see within triangles. The second most common type is for adjacent waves to actually demonstrate 618 multiples. For example, wave D would be a 618 multiple. هذه كطريقة أحد الطرق
ولكن هناك نوع آخر أو طريقة أخرى بأننا نأخذ الأطوال من الموجة المحاذية لها. أي من شوي قلنا أن الموجة بي سي طولها 61.8 من موجة A، لاحظ ترك المنطقة في المنتصف دي. الموجة سي دي 61.8 مو من المنطقة المنتصف، الضلع المحاذي لها الموازي له. لاحظوا ماشي مع بعض يعني الموازي، لاحظوا لما أقول كلمة الموازي يعني طول هذا من الضلع الموازي، طول هذا الصاعد هنا من الضلع الموازي وليس المحاذي. ولكن هنا ممكن نحسب يقول من الضلع المحاذي مو الموازي. Here's an example of another triangle adjacent waves to actually demonstrate 618 multiples. For example, wave D would be a 618 multiple of wave C. إذن بالطريقتين الحساب مقبول. راح أشرح لكم إياه إن شاء الله. ونلاحظ مثلا هنا أن الموجة E أيضا تشكلت على شكل مثلث آخر صغير. Also as a triangle. Move actually begins here. May, June. تعداد الحركة من هذه المنطقة. We have waves A, B, C, D. Notice at 2055, that's where wave D equals a 6.8 multiple of wave B. And then what we have is a sideways formation, this market compression, where we have waves A, B, C, D, and what appears to be wave E. And even within the smaller triangle, notice again the relationship to how alternating waves. حتى في النمط الصغير هذا العلاقة بين الموجات كانت تحترم مستويات 61.8. To tend to demonstrate that 6.8 multiple. Now, if this interpretation is right, what we'll see in the Brazilian real is for prices to continue higher here, thrust out of the triangle, but all while holding above the wave C. مطلوب أن تتماسك الموجة هذه فوق مستويات الموجة C، وثم اختراق المنطقة D لتحقيق هدف عالي. Right here. لا، إلى الآن هي ليست منطقة دخول لأن لم نتجاوز المنطقة القمة اللي قبلها اللي هي D. Streams of waves B and D, so we don't have any type of price coming. لا اخترقنا لا D ولا B، فكيف نحدد قرار دخول؟ That the triangle is indeed complete. Once we can see some daily closing price action above the extremes of waves D and E, then we can identify critical short-term support. اللحظة اللي نجد فيها اختراق وثبات فوق منطقة هذه اللي هو D والB هذه، فهذه إشارات اللي تعلن، هذا إعلان لإشارات دخول يعني. Until that happens, critical support is going to be the extreme of wave C. إلى أن يحدث هذا فأنت دائما يجب أن تلتزم في حد في الدعم وحد منع الخسارة اللي يكون عند الموجة C. Until then, we'll just continue to watch this pattern. ونستمر بمراقبته إلى أن يثبت ويحدث الاختراق. And that ultimately the thrust will indeed be to the upside, so we'll see new highs on the year in this market. ونلاحظ دائما استخدام عبارة thrust، دائما بعد المثلث يكون فيه thrust، فيه اندفاع، فيه قوة، فيه زخم، صعود حاد يجي بعدها قوي. That about does it. Thank you very much, and I'll see you tomorrow. أوكي، إلى هنا أعتقد هل كانت الأمور واضحة؟ شوف اللي شاهدته وشفته أنت الآن واضح؟ تبقى أمر واحد بس أوضح لكم ثم بعد أكبر هذه الشاشة وهي عشان أوضح نقطة الفايبو مهمة جدا. بكرة يجي واحد يخطيك يقول لك لا ما هو صحيح، لا أنت ما أنت فاهم، لا من الكلام هذا ما علينا. قياس مستويات الفايبو في المثلث من طريقتين. هذه الموجة الهابطة اللي هي خلنا نعطيها لون ثاني أو نشكلها بشكل آخر. هذه الموجة اللي هابطة هنا اللي هي موجة A هي اللي تحدد طول الموجة C وليس هذه الموجة B، الموجة الموازية. فإذا أردنا أن نحدد هدف الموجة E ننظر إلى الموجة الموازية فيعطينا مستوى 61.8 إلى هنا مثلا. طيب هو ذكر، وإذا بغينا طيب نعرف طول الموجة D ناخذ الضلع الموازي من طول الضلع هذا اللي هو AB
واضح؟ مرة ثانية بس أوضح النقطة. لو حبيت إني أطلع مدى الضلع سي، أي ضلع راح أقيسه بناء على أي ضلع؟ ارتدادا من أي ضلع؟ أو بناء بالمقارنة مع أي ضلع بالضبط؟ صح أخو، برافو. اللي قلنا حنا الضلع الموازي، لما نتكلم موازي معناته خط يوازيه بنفس الشكل. وين الخط الموازي للبي سي؟ بالضبط. إذا نقيس من الخط الموازي له. طيب لو حبيت اني اقيس هدف الضلع سي دي الصاعد هذا، وين الموازي له؟ وين الموازي لهذا اللي هو الموازي له خط اي بي؟ هذا هم كذا ماشي معه بنفس الاتجاه، صح ولا لا؟ اي بي. طيب ذكر هو الان بانه والله هذه طريقه، ولكن هناك طريقة أخرى وهي أن نقيس هدف الارتداد هذا من نفس الضلع المحاذي له، ما هو الموازي، من نفس الضلع المحاذي. فطول الضلع B هو من 1.8 من طول الضلع A، وطول الضلع C هو 1.8 من طول الضلع AB، وطول الضلع CD هو 1.8 من طول BC، وطول الضلع دي اي هو 1.68 من طول سي دي. واضح النقطة هذه؟ إذن يا الموازي أو المحاذي، اثنينهم مقبول. فتجرب أنت هذا وهذا وتشوف الأبعاد. الآن لو أخذت أنا مثلا فايبر وأخذ الفايبر ريتريسمنت وقلت والله ابتدت الموجة من فوق من عند 3 ينزولا الى A، وهذا صاعد الفوق، اذا ابي مستوى 100% يكون فوق، انزل لتحت واقيس. هذا وصل الى مستوى 1.8 بل تجاوز الى 78 وشوي، ثم عاود النزول. هل يقبل؟ نعم يقبل، ما نقول لا، هذه ارشادات. طيب لو حبيت اني اخذ ابي اخفف الخطوط هذه ولا شيء، ولا اشوف خلنا نشيل المتوسطات، متوسطات داخل عرض علينا هنا مشربك الأمور. طيب أبقيس الضلع بي سي، داخل من الضلع المحاذي مثلا، المحاذي له مثلا اللي هو ضلع اي بي، الطريقة هذه، وأجد أنه ضرب 1.68 بالضبط، وحاول يخترق بخابور كذا ذيل وما قدر، وارتد من عنده مرة أخرى. لو بقيس الضلع دي سي دي من الضلع المحاذي، معناته بروح لهذه لأن متجه لفوق، فأبي المية تكون فوق، متجه لتحت تكون المية تحت، وهذا هو فعلا يصعد المستوى الموجة 1.68 ثم يجني مرة أخرى. طيب دي اي هابط، إذا أبي المية تكون تحت، إذا من ضلع سي إلى هذه الحمد لله عذرا، فلاحظ انه وصل الى 50 وتجاوزها قليلا، وقلنا طلع اي ممكن انه ينقطع هنا. واضح؟ وصل 50 وشوية، تجاوز 50، وصل 50 وشوية، تجاوز هذا، هذه 50، شوف هنا 50 وتجاوزها قليلا. طيب هل في طريقة ثانية ممكن نحسب فيها طول الضلع سي؟ قال لك من المنطقة الموازية، سحب من المنطقة الموازية، يعني من ضلع A اللي وازي له هذا، هذا وصل إلى 1.60 وتجاوزه قليلا،
ثم ارتد. الضلع سي دي من الضلع الموازي معناته من A B A A B و A B يصل إلى 61.8 بل تجاوز قليلا إلى 78.6 ثم نزل مرة أخرى. وبهذه الطريقة يا بهذه أو بهذه اوكي هذه طريقتها وهذا حسابها بالشكل هذا واضح كل شيء تمام واضح يا اخوان عشان لا يطول التسجيل بس ممتاز سوق التسجيل الان يعطيكم الف عافيه وشكرا جزيلا وبيض الله وجهكم وانا اهنيكم على المستوى اللي انتم وصلتوا له صراحه أساتذة الآن أنتم في التحليل من جد أنا يعني في ناس جلس أجلس معه مدة فهو ما الفائدة خلاص هي 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 ملكة تجي واحد بعضهم عندها الملكة هذه بعضهم لا يملكها الشكر له وحده وجزاكم الله عنا كل خير بفضل الله بفضل الله ثم جهودكم أنتم جزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله.